اوكي يا جماعه، مساكم الله بالخير. من المطابخ الفارسي الى اخر مجرد درب التبان واجاراتها، احنا كويك شيف من كويكر. عندنا ريسبيات وخلطات ووصفات بالكويكر. اليوم عندي شغله وايد حلوه وسهله، راح نشتغل بالباستا. قدامكم الباستا هذه، راح نقي منها واحده. عندنا هني الماي، زين، شويه زيت، شويه ملح، راح انقي البنه. اوكي، راح ناخذ البنه. شكله تشيس مال كويكر وايد صعب يتبطل. تبطل زين، حلو. راح ننزل اللي قدامكم هذا، بس كفايه. راح ذاك الصوب نخلي شغلنا هني، وراح نخليها تطبخ تاخذ راحتها. زيت، ملح، ماي، بس خلوها شوي على راحتها، زين، تمرقد هني على الراحه. وبعدين راح نبلش بحمستنا. في عندنا مكون رمضاني شوي ينعد مميز وغريب، راح ندخله، ما راح اقول لكم شنو. الحين عندنا الزيت، شوية زيت، هذا اللي نبيه، الصوت. ايوه، خذ راحتك هالمرة، طلعت صوت وريحة وكل شيء، زين. حطينا البصل، وين الثوم؟ وين راح الثوم؟ كاهو الثوم، وهذا الثوم، شوية ثوم. اوكي، عندنا الفليفلة، عندنا يزر، يعني لونه على كيفكم، مو شرط تتبعون اللي انا اسوي، واللي ما تحبه لا تحطه، ما هي مشكلة بالمرة. حطيت اربع انواع فليفله، وبحط فلفل حار شويه، لان اكلتنا اليوم اسيويه شرقيه مخلوطه. اللي يعرفني يعرف اني انا دائما احاول اخلط بين ثقافه وثقافه، زين. عندنا هني شويه بهارات، اللي هي الفلفل. ايش بحط بعد؟ بهارات البيتزا. عزيزان صحصح معي، بهارات البيتزا كاية قدامك، صلاح قاعد تشوفهم احنا. اوكي، شويه بهارات بيتزا خفيفه. يا ابو، اخيرا دياي مقطع صدور. بس طبعا الدياي بالذات لما تجيسه ولا لما تحطه تحاول ما تلمسه بيدك، لازم كفوف ولا هذا، مو علشان والله ايدك وسخه، لا، علشان الدياي فيه بكتيريا السمنيلا، ولازم تاخذ لما تجيسه لازم تغسل ايدك، اوكي، او على الاقل تلبس تسوس وتحطه، لان بكتيريا السمنيلا خطيره شوي، وممكن تسبب امور. الله لا يورينا، يوريكم. البهارات كلها حطيتها، ايش بسوي؟ باخذ هم شويه زعتر، زعترنا، الزعتر اللي انت تحبه، هم على الدياي والحمسه اللي سويناها، نخليها تقلب شوي على الراحه. بعدين ايش بنسوي؟ لما يتغير لونها شوي والتحمر من كل صوب، زين، انا عندي هني شويه كركم مخلوطه مع القرم مساله، بحطها بعد فوق على الخفيف، ونخليها تاخذ راحتها. باخذ بعد شويه، زين، اللي هو معجون ورق العنب. اللي يعرفني ويتابعني بالانستغرام يعرفني انا احب ورق العنب، واحس انه مهضوم حقه. ورق العنب نكهه صارت ملبسه، بقى بس نخليها تقلب. نبلش بصوصاتنا. هذا السيرانشا تايلندي، فلفل، خلطه فلفل تايلنديه، زين، شويه كاتشب او صلصه الطماط الامريكيه متعارف عليها. ها، بدا يطلع معانا صوص هني. بعد شويه هذا تشيلي سويت صوص اسيوي تايلندي، ممكن يكون، او ممكن حتى يكون صيني. ايوه كذي تعجبني عزيزان. قرب خلوهم يشوفون، خلوا يشوفون الريحه، تشمون الريحه ولا ما تشمونها. حطوا شويه ماي، واخيرا انا احس كل شيء دمج دام قاعد يقلب مع بعض، ننزل شويه كريمه عشان نعطيها لون. وبنسوي الحركه الاخيره ونخليها تقلب شوي، صارت كريميه حلوه. الحين شغلنا جاهز، شويه كوريندر ولا كزبره، زين، عشان طعم الكوريندر احطه دائما اخر شيء، لان لما نطبخ وايد يروح طعمه، تمام. اوكي، بعدين الباستا مالتنا كاهي، راح ننزلها على طول من الماي، والماي اللي موجود هذا كله نشويات. اقلب فيها الحين باستتنا، بس ازود شويه من باستة كويكر اللذيذه، زين، بس هي خالصة، أبي أنشب الحين. هنوخر صاحبنا هذا عن الدرب ونبلش ننشبها.
نشبة عادية على الخفيف ما بيطلع معاها. اوكي اخر شيء بحط طبعا هي حارة شوية جبنة فيتا حتى حق اللون حلو. احد يقول لي ملابس توس وكان الله احنا تمام كذي وخلصنا. اوكي يا جماعة السؤال احمد قصدي عبد العزيز صدق هذا الحين احمد تعال هالصوب طلعني بس شوي فتجنك مع الطبق مالي. اوكي ارفع فوق عندي سؤال بقوله حق الجماعة اقروا السؤال شوفوا في عندنا هدايا من زين ومن تويتر وايد حلوة. تعطوا السؤال وباي.